المستوى العملي فمنشغله. يعني قط بس لهون يعني ما بتكمليها نص نص هيدا مش في حاله حب حاله غرام؟ لا انا قل ما اكون في حاله حب او في حاله غرام يعني بتصور ان هي بتبقى حاله ايه عابره ومرحليه جدا مش بعيش في الحاله دي كتير لدرجه انه في احيان كثيره بتصور انه الحب وهم يعني فكره الحب اللي بنشوفه في الافلام والاغاني اللي هو بيستمر لسنوات طويله ده وهم ما حصلش تغيرت فكرتك عبر الوقت ياسمين ولا من الاساس هذه الفكره مترسخه براسك مع التجارب ايه اللي خلاك تفكري بالشكل ده الرجل ولا انت ما حسيتي حالك قادره تلتزمي او ترتبطي بشكل جدي الى مدى طويل؟ لا شوفي هعيد لك اللي قلته برضه في البدايه ما فيش حد عايز يعيش وحيد يمكن كمان الست المستقله بتدي انطباع للي حواليها انها ست صلبه جدا لدرجه تغنيها عن الرجال انه ممكن تستغني عن الرجل بحياتها بس ما فيش حد ممكن يستغنى عن طرف اخر لا في راجل ممكن يعيش بدون مراه والعكس صحيح بس لما يكون في فرصه مناسبه لانه بقولك في احيان كثيره بتبقى الوحده افضل من ان انت ترتبطي بحد ينكد عليكي حياتك ويمكن انت كمان تنكدي عليه حياته يمكن احدى الضيفات عندي قالت لي سابقا بصي احنا بنتكلم وبننم عن الراجل وبنقول يمكن بقعده اصحاب مع رجاله تانية حيقول هي نكدت علي عشتي يعني ممكن تكون الامور كمان مختلفه من وجهات نظر مختلفه يعني في الاغلب لا لانه احنا مظلومين اكثر الستات احنا مظلومين اكثر لانه الراجل في مجتمعنا عنده صلاحيات اكبر